في زمن صعب، ومفروض أنه على الأقل نحافظ على الأشياء الموجودة بنفس قيمتها أو بنفس مستواها، لأنه إحنا عارفين أنه الضغط الاقتصادي عالمي، مش منطقة أو مش يعني تابع بس لمنطقة معينة اللي فات فيها الضيق المالي، الضيق المالي على كل العالم. فمفروض المؤسسات الرسمية أو لها علاقة بالعمرة أو بالحج أو بهاي الممارسات الدينية أو الشعائر الدينية، مفروض أنه تنظر للموضوع من جهة معينة، ويحاولوا أنه كل المعنيين يحطوا دهم مع بعض. المعنيين بحكي من المؤسسات اللي بتبعت أو اللي بتستقبل، يتعاونوا مع بعض على اساس يخففوا على الناس الحمل والعبء، لانه انت عارف يعني مش سهل وضعنا وزماننا اللي احنا عايشين فيه. اصدقاء كثيرين بحاولوا انه يساعدونا، يعني انه نساعد هذول الناس، انه يسالونا مثلا ياخذوا راينا بالموضوع. بس انت فاهم يعني بفكر الناس بدها تستثمر يعني بالموضوع، وانت فاهم هذا شيء يعني شخصي خاص ديني شخصي. فاللي بده يستثمر بقول لك يعني لو بدت الذهب، لو اخذت قرض، مما اقوم بواجبي تجاه ربنا، يعني اكيد كل انسان بيعمل هيك. ف يعني توجه الاصدقاء اللي بتظلم، يعني تظلم انت عارف بتظلم، واحد بقول لك يا عمي شو هالدنيا، يعني لوين بدنا نوصل بعد اذا موضوع الحج والسفر والعمره هيك عم بغلوا علينا وعم بتقلوا علينا. يعني بنصلي انه ربنا يسهل الامور، يعني شو بدنا نحكي غير انه ربنا يحط بقلوب الناس رحمه. احنا في زمن فيهش رحمه للاسف ولا على اي مستوى. شكرا. سمعت اسعار رهيبه وغالي كثير جدا جدا. يعني حجيت انت عمليا اعتمرت؟ انا حجيت الحمد لله ب89. اللي كلفتني وقتها نزل الدينار، وقتها هبط الدينار وحولوها دولار، دفعنا $700 على الحجة، 31 يوم كانت. مع ذبيحة. مع ذبيحة كمان. اليوم العمرة حتى هي غليت. قد هذا الشيء بضايقك كمواطنين؟ انت كنت مفكر تعتمر مرة بعد الحج؟ بهاي الاسعار لا بقدرش. يعني مصرياتي بتسمحش. معاش بيسمح ليش اطلع، لا اسا ولا بعدين، كل ما الاسعار هيك اسعار فوق الطاقه، فوق طاقه الانسان، ومش عارف ليش هيك، يعني شو الاسباب الله اعلم. بوصل رسالتي لكل مسؤول وكل انسان بيطلع بايده انه يضغط على الجهات المختصه بموضوع الحج والعمره، على انه يفكروا شوي بالناس، يفكروا شوي بالفقراء، يفكروا شوي بال يعني بيجي بكره بقول لك الحج من استطاع اليه سبيلا، طيب لا باس احنا مش معترضين، بس ولكن بتضل الانسان نفسه يزور الكعبه، نفسه يروح يحج، نفسه يروح كذا، فحق له انه يروح. فخففوا من الاسعار حتى لو بتواجد، يعني سواء هون او يعني الجمعيات اللي هون والجمعيات اللي موجوده في الاردن واللي موجوده بالسعوديه حتى يدعموا هذا المشروع. كانوا فرضين كل 65 مره، لا باس يدعموا الفقراء والمساكين اللي صعب يدفعوا، صعب انه يروحوا، وبنفسنا يروحوا، وكثير ناس ماتت وما لحقتش تروح. ان الله قدرنا نطلع. عيسى قبل شوي حكينا انه رفعوا سعر العمره والحج، هذا الاشي بضايقكم؟ طبعا بضايق. شو بتفكر؟ طبعا بضايق. دفع مصاري؟ طبعا هلا معلوم دفع مصاري. إلك اصدقاء بيطلعوا على العمره على الحج حاولوا يلغوا بسبب هذا الغلاء مش قادرين يطلعوا؟ لا بعد مش عارفين. ما مش عارفين انه بده يدفعوا الاسعار، ما عرفنا احنا. شوف ما هو اول واحد عن هو الميزانيه، اذا كان في عندنا ميزانيه منيحه بنتكل على الله شو بده نسوي يعني. ان شاء الله اللي ما بروح معهش بقدرش يروح. انا رحت 4 مرات بنعمه وعندي 12 ولد، لما كنت عايش اقول بدها تسهل، كنا ما سمعتش فيها تسهيله، عدوها.